بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تبارك وتعالى بجميع محامده، ونصلي ونسلم على صفة خلق نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مع الآية الكريمة من سورة فصلت من بداية قوله تبارك وتعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، آية 49 إلى نهاية قوله تبارك وتعالى: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، آية 51. فلنستمع إلى الآيات الكريمة أولا. رجينا أن يتحقق فينا ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. ويقول النبي ويقول الله تبارك وتعالى خير ويقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا أردنا أن يرحمنا الله عز وجل فلنستمع إلى القرآن بإنصات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. شرح الكلمات: قوله تبارك وتعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، أي لا يمل ولا يكل من سؤال طلب المال والصحة والعافية. وإن مسه الشر فيئوس قنوط، أي المرض والفقر والعياذ بالله وغيرهما. فيئوس من رحمة الله، قنوط ظاهر عليه اليأس. من بعد ضراء مست، أي من بعد شدة أصابته وبلاء نزل به. اللهم عافنا يا رب العالمين من الشدة والبلاء. لا يقولن هذا لي، أي استحققته بعملي ومما لي من مكانه. وما أظن الساعة قائمة، أي ينكر البعث، بيقول ما فيش حياة بعد الموت. ويقول ما أظن الساعة قائمة، كمان ما فيش ساعة، ما فيش يوم قيامة. إن لي عنده للحسنى، أي على فرض صحة ما قالت الرسل من البعث إن لي عند الله الجنة. بيظن حتى لو أنه فرض أنه يصدق فيقول أنه من أهل الجنة، يدعي كذبا وزورا وبهتانا أنه من أهل الجنة. أعرض ونأى بجانبي، أي أعرض عن الشكر، يعني شكر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أنعم عليه بنعم عديدة وهو لا يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. ونأى بجانبه، يعني متبخترا مختالا في مشيته. فذو دعاء عريض، أي فهو ذو دعاء لربه طويل عريض: يا رب يا رب. معنى الآيات الكريمة: يخبر الله تبارك وتعالى عن الإنسان الكافر الذي لم يزكي نفسه ولم يطهر روحه بالإيمان والعمل الصالح أنه لا يسأم ولا يمل من دعاء الخير، أي المال والولد والصحة والعافية، فلا يشبع من ذلك بحال، عايز المزيد والمزيد. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولن يملأ فاه ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. عايز المزيد، مزيد من المال، مزيد من الولد، مزيد من الصحة، مزيد من العافية، لا يمل فلا يشبع من ذلك بحال. ولئن مسه الشر، يعني من ضر وفقر ونحوهما، فهو يئوس قنوط، يئوس من الفرج وتبدل الحال من عسر إلى يسر، يعني تجده
في شدة الكآبة والحزن والهم والغم، متضجر لمعيشتي قنوط يئوس من الفرج وتبدل الحال من عسر إلى يسر. قنوط ظاهر عليه آثار اليأس في منطقه وفي حاله كله، هذا ما تضمنته الآية الكريمة. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وأما في الآية 50 فإن الله تبارك وتعالى يخبر عن الإنسان الكافر إذا أذقه الله عز وجل رحمة منه من مال وصحة واجتماع شمل مثلا، وذلك من بعد ضراء مسته من مرض وفقر ونحوهما، لا يقولن يعني لجهله وسفهه هذا لي، أي استحققته بمال من جهد ومكان وعلم. وإذا ذكر بالساعة من أجل أن يرفق أو يتصدق يقول ما أظن الساعة قائمة كما تقولون، وإن قامت على فرض صحة قولكم إن لي عنده أي عند الله سبحانه وتعالى لا الحسنى، أي لا محال الحسنى من غنى وغيره وجنة إن كانت كما تقولون. بيقول حتى لو إن في يوم قيامة زي ما أنتم بتقولوا، بيقول إن هو له عند الله سبحانه وتعالى الحسنى، يعني هو من أهل الجنة. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، يعني يوم القيامة عند عرضهم علينا، ولنذيقنهم من عذاب غليظ يخلدون فيه لا يخرجون منه أبدا. وقوله تعالى في الآية 51 وإذا أنعمنا على الإنسان، يعني بنعمة المال والولد والصحة، أعرض عن ذكرنا وشكرنا وتخلى عن طاعتنا ونأى بجانبي متباعدا متبخترا مختالا يكاد يضاهي الطاووس في مشيته. وإذا سلبناه ذلك ومسه الشر من مرض وفقر وجهد وبلاء فهو ذو دعاء عريض، فهو ذو دعاء عريض لله سبحانه وتعالى، يا رب يا رب يا رب. هذا ليس الرجل الأول الذي ييأس ويقنط، ذاك كافر، وهذا مؤمن ضعيف الإيمان جاهل لا أدب، لا أدب عنده ولا خلق، وما أكثر هذا النوع من الرجال في المسلمين اليوم والعياذ بالله. فالأول عائد إلى ظلمة نفسه بالكفر، عائد إلى ظلم نفسه بالكفر، وهو أيضا في ظلمة، وهذا عائد إلى سوء تربيته وسوء خلقه وظلمة جهله. من هدايات الآيات الكريمة رقم 1 بيان حال الإنسان قبل الإيمان، فإنه يكون أحط المخلوقات قدرا وأضعفها شأنا. هذا حال الإنسان قبل الإيمان، الإنسان الغير مؤمن بيكون أحط المخلوقات قدرا، ملوش قدر عند الله سبحانه وتعالى، وأضعفها شأنا، ربما الحمار، ربما الأنعام، ربما الكلب، ربما الحيوانات بأكملها أشرف منه عند الله سبحانه وتعالى، لأنه كافر غير معترف بربوبية الله عز وجل، أو لا يصرف العبادة لله سبحانه وتعالى الإله الحق سبحانه جل وعلا. ولذلك يقول الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. جماعة دول زي إيه؟ أولئك كالأنعام، لا ده الأنعام كمان مفضل عليه، لأنه إن من شيء إلا سبحه بحمده. ولذلك قال أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. سبحان الله. ثانيا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر بعض الأحداث فيها، بيتكرر معنا كثير معالجة هذه القضية، وهي إنكار البعث، أو أنه لا حياة بعد الموت، أو أنه لا ثواب ولا عقاب، أو أنه لا جنة ولا نار، هذا إنكار للبعث. والمؤمن يؤمن بما كرره الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم. ثالثا
ذم اليأس والقنوط والكبر والاختيال والكفر للنعم ونسيان المنعم سبحانه وتعالى وعدم شكره. فدائما اشكر الله سبحانه وتعالى على كل ما أتاك الله تبارك وتعالى، أتاك القليل أو الكثير تشكر الله سبحانه وتعالى، لإن شكرتم لأزيدنكم. والآن بعد فهم وتدبر هذه الآية الكريمة يبقى لنا أن نتبع ما أمرنا الله تبارك وتعالى به في هذه الآيات. والله عز وجل يقول: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثانيا نعلم غيرنا هذه الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثالثا ندعو إلى الله تبارك وتعالى بهذه الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.